بس انت ما فهمتنيش كده يا استاذ سعد. انت قلت لي هنطلع من هنا على مصر على طول، ايه اللي هيودينا اسطنبول؟ استاذ ناجي، انتوا رايحين على مصر ان شاء الله. طائره مباشره بين اربيل ومصر اليوم بالذات ماكو، ما فيش. الساعه 9 طائرتكم على اسطنبول، ساعه وتوصلون تباتون في اسطنبول، وان شاء الله الصبح انتم مصر. وهنقضي الليله دي فين؟ ابن عم السردار ينتظركم هناك بالمطار، ياخذكم على فندق مرمره والصبح يوصلكم للمطار. اطمئن، هذا كله متكفي بيه ابن عم. وهندخل اسطنبول ازاي من غير تاشيرات؟ الجوازات العراقيه اللي موجوده معاكم من نوع جي، ما تحتاج تاشيره، في المطار ينطوكم تاشيره على طول. يعني احنا هنسافر بجوازات العراقيه؟ صدقني يا استاذ ناجي، دي افضل شيء، افضل شيء، صدقني. ناجي لو سمحت ممكن كلمه على جنب؟ انا مش فاهمه اي حاجه من اللي بيحصل حواليا. انت مجرجرنا معاك من بلد لبلد، من هنا لهنا، انا مش فاهمه اي حاجه. انت هربان من حاجه؟ عامل عامله؟ صارحني يا ناجي، قول لي. ايه يا كمالي، هكون هربان من ايه يعني؟ مش وقته الكلام ده. مش مقتنع. في الطياره هقول لك على كل حاجه. يلا اتفضل انت يا استاذ سعد، هتوحشنا. انت اكثر يا استاذ ناجي، يا ريت تزورني انت واسرتك في مصر. ان شاء الله استاذ ناجي، ان شاء الله. ناجي ايه بقى؟ الناس دلوقتي محمد سعيد جاسم. شفت، احنا اخوه استاذ ناجي، دخلتها مصري خرجت منها عراقي، احنا اخوه. اه البركه بقى في الدكتور اشلاجه. النبي يسلم لي عليه. يوصل يوصل. قول له بقى يعمل لي باسبور سويسري، جايز احتاجه ولا حاجه. ان شاء الله. مع السلامه. مصحوب بالسلام. ستوري، اهلا وسهلا. شلونك عبد الرحمن؟ ناجي عطل هنا لان عندي موضوع احكي وياه. ما موجود، طلع. وين طلع؟ ما ادري. الاستاذ سعد هنا؟ هماتين ما موجود، طلع وما قال وين رايح. يعني ما تعرف فين راح؟ ما اعرف. ناجي عطل والشباب اللي وياه تركوا البيت نهائيا؟ اي ستوري. وين راحوا؟ ما اعرف. وين راحوا؟ ما نعرف وين، وهو حر. بس انا ردت. ايش تريد مني؟ لا لا ما ردت شيء. ردت اودع بس. لؤي لؤي. نعم عمو. نعم عمو. حبيبي بدي اسالك سؤال. بابا وعمو ناجي والشباب اللي كانوا عندكم وين راحوا؟ عمو ما اقدر اقول لك لانه بابا قال لي لا تقول لي لاحد. بس انا مو احد، انا عمو ستوري، واذا قلت لي راح اعطيك نستله ثانيه. وين النستله؟ هاي النستلة يا أستاذ لؤي. بس قل وين راحوا؟ بس لا تقول للأحد. وعد مني ما أقول لأحد. وعد؟ وعد. راحوا لأربيل. أربيل؟ 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 أبل إيه يا خليم لي تسوى؟ أوكي. أوكي، ثانك يو. I'll talk to you. You talk to me too.
دول سابوا بغداد وطلعوا على اربيل. مها بايا، احنا عندنا عملاء في كل العراق، في كل المناطق والمخارج الحدوديه اللي ناسنا. انا بس بدي افهم، يعني هن معقول يكونوا بدهم يسافروا من اربيل؟ اتس امبوسيبل يا دوم مناخيم، ما في طيران مباشر من اربيل للقاهره. طب كيف يعني؟ كيف راحوا بكل هالفلوس لاربيل؟ يعني ايش الفكره؟ معقول لوين رايحين يعني؟ سمعت ماشي يا مرتي اني في شاول خيم؟ سمعت يا دون مناخم. ومي عسيتا؟ السخن שלנו בארביל היה שומע גם כן והתחיל לטפל בעניין. يا ولد الكلب يا ولد الكلب. لا 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 مش هينفع. لا وبعدين بص ما بيتكلمش. لا 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 ما فيش. وبعد ده في تلفزيون. تلفزيون هرجعه لك لو قال لي من 21 قناة. انت 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 مبسوط؟ انت انت مرضي؟ مرضي تمام يا معلم. لا 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 انت انت يا معلم انت شديد قوي في بيعك. لا يا ابني كفايه منومات. ما العيال نايمين قدامك هم من غير منومات ومن غير حاجه. ده مش منوم يا ناجي باشا، ده مهدئ. دي بقى اكتر حاجه تعجبني في الخواجات، شايف الراجل والست اللي قدامنا دول؟ شوفوا سنهم قد ايه وبرضه رايحين يتفسحوا. انا اخدها منك كده عشوشة. عشوشة عشوشة. بص انت عشوشتك كلها بالنسبة لك. انت مديه زاهر، روح شوف الحيوان اللي هناك ده بيعمل ايه مع جماعة الصينيين دول، وقول له ما يرغيش كتير. ماشي يا باشا. والله مديه. شفت يا كبير؟ استلقطت لي عدة تليفون، انما ايه؟ كامرتين وتلفزيون 14 قناة وجراب. اصل العيال شوية السنين دول رايحين يعملوا مصلحة حلوة في مصر، فأنا قلت ايه؟ هم قالوا لي 100 دولار، بس أنا قمت عاصرهم ودافع لهم 150، عشان خاطر ايه؟ ناكل لقمة حلوة هناك في مصر لما نروح. وريني. خد يا كبير. ده بيبوظ بسرعة. ايه ده؟ بجد يا كبير؟ على الشاشة ولا زراير؟ لا 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 لا، الصين هتضحك على عبد الجليل؟ يمين بالله يمين بالله، ده انا هجيب السور ده فوق دماغ الصين كلها. الله خد يا خد يا خد يا هب الفلوس يا هب. بقول لك ايه؟ هب الفلوس يا هب. البلد لا البلد ابك في نفوقك. لا لا مسيو ناجي طالع ماشي تكيرني. لا مش واخد بالي الحقيقه. أنا نيكولا بيردو، أنا بشتغل في السفارة الفرنسية في تل أبيب. أنا قابل تنتا في حفلة السفارة. أوه بيردو، إزيك؟ أنا ما عرفتكش، أنا آسف، إزيك؟ عشان خلاص سافرت السفارة وبقيت حر. بقيت حر، وأنت مسافر مصر ولا تركيا؟ لا، مصر. لازم نشوفك هناك. ضروري إن شاء الله، ضروري. كارولين؟ المدام بتاعي كاميليا. المدام بتاعي. انشانتي مدام. انشانتي مسيو.